تؤكد القبيلة على النقاط التالية: 1. التأكيد على وحدة التراب الليبي وأي محاولة للمساس به ووحدته فإننا نقف بقوة ضدها ونرفضها رفضا قاطعا. 2. التأييد التام للخطوات الجبارة التي يقوم بها الجيش العربي الليبي دعما لوحدة الوطن واستقلاله والمباركة للمؤسسة العسكرية على الانتصارات الباهرة في جنوبنا الحبيب ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية وقوات المرتزقة الأجنبية. 3. التأكيد على رفض كافة التشكيلات المسلحة بكل مسمياتها خارج نطاق المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر. 4. دعوة كل الليبيين بكافة أطيافهم وفي جميع مدنهم ومناطقهم على نبذ العنف والإرهاب والعنصرية والجهوية والسعي في المصالحة الوطنية الشاملة في أسرع وقت ممكن. قبيلة الجوازي صدر في بنغازي بتاريخ 9/3/2019.